الولايات المتحدة الأمريكية استنفرت بتحركات عاجلة من أجل عزل روسيا وإيران سوية، وذلك من خلال التحرك مباشرة إلى الشرق الأوسط. من يقوم بهذه التحركات؟ أي وزارة هي التي تقوم بهذه التحركات؟ وزارة الخزانة الأمريكية هي التي بدأت بقيادة هذه التحركات، وعن طريق هذا الرجل براين إي نيلسون، وهو وكيل وزارة الخزانة لمكافحة الإرهاب والاستخبارات المالية. هذا الرجل يعرف كل صغيرة وكبيرة عن كل دولار يذهب يمينا وشمالا إلى أي دولة من الدول التي تعتبر من أعداء الولايات المتحدة الأمريكية، وحتى على مستوى التبادلات التجارية مع الدول التي تعاقبها الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي CNN الأمريكية يوم أمس كانت قد تحدثت عن تحركات هذا الرجل ووزارة الخزانة الأمريكية، وركزت على دولتين في الشرق الأوسط. التركيز يأتي على تركيا، ويأتي أيضا على الإمارات العربية المتحدة. فCNN كانت قد ذكرت بأن الولايات المتحدة الأمريكية تضع وتعلم تماما بأن منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية، فإن دول الخليج العربي بشكل عام أخذت موقف الحياد من هذه الحرب، لأن هنالك نوعا من تعدد القطبية، ولم تعد مسألة الهيمنة الأمريكية أو القطب الواحد من الولايات المتحدة الأمريكية أن تقود العالم حاضرة. وعلى هذا الأساس اتخذوا قرارا بأن نبقى محايدين في هذه المسألة، وأن لا نكون جزءا من أي محور، لا مع الصين ولا وروسيا ولا مع الولايات المتحدة الأمريكية من جهة أخرى. وهذا ما جعل الإمارات العربية المتحدة أن تبقى سوقا مفتوحة من الشرق إلى الغرب. هنالك 190 دولة تستثمر أساسا ولديها تبادلات تجارية مع الإمارات، من ضمنها روسيا. وهذا ما جعل بحسب CNN الأمريكية رجال الأعمال الروس أن يجدون الإمارات العربية المتحدة كالدولة العربية الأولى في مسألة الاستثمارات لرجال الأعمال للشركات كذلك الروسية التي جاءت باستثماراتها للإمارات، وأيضا على مستوى البنوك الروسية التي لا زالت عملية تعاملاتها ومعاملاتها وحوالاتها تأتي مع الإمارات العربية المتحدة. نفس الأمر تماما من الشركات من البنوك الروسية لا زالت مستمرة، وحتى رجال الأعمال الروس هي موجودة أساسا مع الأتراك تحديدا، وحتى الإمارات العربية المتحدة لا زالت لديها أساسا تعاملات وتبادلات مستمرة تجارية مع الإيرانيين رغم كل العقوبات الأمريكية. وهنا يأتي الدور الكبير الذي جاء لبراين إي نيلسون، الرجل الذي ذهب إلى الإمارات العربية المتحدة مباشرة ليقوم بزيارة ويجتمع في حقيقة الأمر مع عدد من المسؤولين الإماراتيين في هذه المسألة، وبدأ يوضح بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، وضح للإمارات ووضح كذلك لتركيا بأنكم إن تعاملتم الآن مع روسيا فأنتم تتعاملون مع روسيا ولا تتعاملون معنا. وهو بدأ يحاول عملية قطع هذه التعاملات تماما، وأيضا وضح بأن الاستمرار في عملية التعامل مع إيران ومع روسيا هذا سيعني ببساطة بالنسبة للولايات المتحدة بأن الأمور لن تستمر بهذا الشكل ولن تستمر من دون أي عواقب. وأيضا أوضح رسالة بحسب ما نقلته CNN الأمريكية بأن ستكون هنالك مسألة حرمان لمجموعة أو حرمان للتجارة والتبادل التجاري مع مجموعة الدول السبع G7، وبالتالي العواقب ستكون وخيمة. وعلى هذا الأساس أنتم حلفاؤنا أيها الإماراتيون وأيها الأتراك، أنتم جزءا من حلف الناتو، ولا يمكن لكم أن تستمرون في هذه التبادلات لأسباب مهمة، فإن هنالك العقوبات أمريكية مفروضة على إيران، مفروضة على روسيا، ليس هنالك أي نتيجة من الاتفاقية النووية مع إيران. إيران تستمر في عملية تخصيب اليورانيوم وتقترب شيئا فشيئا من القدرة للوصول للقنبلة النووية، وأيضا هي مشتركة في الحرب الروسية الأوكرانية. استمراركم في التعامل مع هذه الدول وموقفكم في الحياد هو يضر بالعقوبات الأمريكية ويجعلهم يتنفسون وتستمر هذه الحرب، وبالتالي بهذا الشكل أنت تقف معهم. وهذه هي الرسالة البسيطة التي قدمها هذا الرجل براين إي نيلسون، وهذا قد يفسر الكثير مما جرى مع العراق مؤخرا من البنك الفيدرالي الأمريكي، عندما لاحظت الولايات المتحدة الأمريكية بحسب ما وثقته الأسوشيتد بريس وعدد من المصادر الأخرى أن هنالك مسألة وعملية غسيل أموال وتهريب للعملة الصعبة من العراق إلى إيران ومن العراق إلى سوريا عن طريق البر، عن طريق البنوك وغيرها. اتخذ البنك الفيدرالي الأمريكي عددا من الإجراءات التي جعلت مشكلة كبيرة في العراق، قل الدولار
الدولار في العراق، البنك المركزي العراقي غير قادر على الوصول إلى الرصيد الدولارية الخاص به، وهذا ما دفع إلى أسعار صرف الدولار أن ترتفع. سعر صرف الدولار ارتفع بشكل خطير في العراق حتى هذه اللحظة التي نتحدث بها، وبالتالي هنالك ضغط على عدد من الاتجاهات. ولاحظ الإمارات العربية المتحدة وتركيا المسألة معها والمشكلة في التبادلات التجارية، أما في العراق هي مسألة العملة الصعبة ودخول الدولار الأمريكي مباشرة إلى إيران، إلى سوريا، وحتى إلى تركيا، وذهابها للاستفادة بالنسبة للروس بحسب بعض التفاصيل التي جاءت رغم كل العقوبات طبعا المفروضة التي تحدثنا عنها. وعلى هذا الأساس فعلا بدأ التنسيق من أجل قطع كل هذه التعاملات وعزل روسيا وإيران تماما وفرض المزيد من الضغط على إيران وعلى روسيا. وبالنسبة للإمارات العربية المتحدة، إذا ما ذهبنا إلى الإمارات العربية المتحدة وإلى تركيا ثم تحدثنا عن العراق من عملية تحركات براين إي نيلسون، فإنك ستلاحظ وزارة الخزانة الأمريكية أصدرت بيانا بعد انتهاء هذه الاجتماعات مع المسؤولين الإماراتيين، وضحوا بأنهم عملوا على مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وأيضا في نفس الوقت أصدروا بيانا وزارة الخزانة الأمريكية بعد الاجتماعات التي تمت في تركيا، وأوضحت رويترز اليوم تفاصيل ما جاء لتركيا بأن نيلسون كان قد حذر وقال يمكن للشركات والبنوك التركية أن تعرض نفسها لخطر العقوبات والخسارة المحتملة للوصول إلى أسواق مجموعة السبع أو الدول السبع وعلاقات المراسلة بينها. بالإضافة إلى ذلك أن هنالك ملاحظة مهمة مع هذا البيان الذي صدر من قبل وزارة الخزانة الأمريكية بعد اللقاءات من براين إي نيلسون ومع الأتراك في نفس الوقت بهذه الطريقة في 3 فبراير، لاحظ بأن بلومبرغ فجأة كشفت بأن تركيا على وشك الموافقة على مسألة انضمام فنلندا إلى حلف الناتو. هنا كما تلاحظون هنا أوكرانيا، هنا روسيا، وهنا فنلندا. كان هنالك تقديم في السابق بعد بدء الحرب الروسية الأوكرانية من قبل فنلندا ومن قبل السويد من أجل الانضمام، أو عفوا دعونا نصحح هذا الموقف هنا ونضع حلف الناتو. كان هنالك تقديم للوصول إلى حلف الناتو من قبل فنلندا والانضمام إلى من قبل فنلندا لحلف الناتو وكذلك من قبل السويد. الآن تركيا على وشك الموافقة لفنلندا لكي تنضم إلى حلف الناتو، وهذا يوسع الجبهة. لاحظ الحدود بينها وبين روسيا حدود كبيرة للغاية، وهذا يوسع حلف الناتو بشكل كبير ويجعل حلف الناتو في نقطة كبيرة جدا في هذه المواجهة. وأيضا أن الأسلحة حلف الناتو والولايات المتحدة أصبحت داخل أوكرانيا، وهو يشعل الأمور ولكن يخدم حلف الناتو ويخدم مصالح الولايات المتحدة الأمريكية فيما يجري في الداخل الأوكراني. بدأت تستجيب تركيا، بل أن أيضا هنالك استجابة عراقية واضحة لما يجري أساسا وما جرى من سعر صرف الدولار. فالسيد علي العلاق وهو محافظ البنك المركزي العراقي التقى براين إي نيلسون أساسا في تركيا في لقاء مهم للغاية متعلق بسعر صرف الدولار والمشكلة التي يواجهها العراق أساسا، وصدر بيان أساسا من البنك المركزي العراقي، وأيضا صدر من قبل وزارة الخزانة الأمريكية نصين مهمين هنا تقييد الجهات الفاعلة غير المشروعة والفاسدة من استغلال النظام المالي والدولي، كما صدر من وزارة الخزانة الأمريكية، وأيضا تحسين معايير الامتثال لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وهذا اللقاء بحسب الأسوشيتد بريس وبحسب أيضا الأي بي سي نيوز الأمريكية بعد اللقاء نوعا ما توقف انهيار الدينار العراقي أمام الدولار الأمريكي. الخميس الماضي كان التصريف بهذا الشكل بالنسبة للدينار العراقي أمام الدولار الأمريكي وصل إلى 174,000، أكثر من 175,000 دينار مقابل 100 دولار أمريكي. هي مسألة خطيرة للغاية، وهذا التصريف ورقم عالي للغاية يشتكي منه المواطن العراقي اليوم بعد هذا اللقاء، وتحديدا ما صدر اليوم في البورصة العراقية توضح بأن هنالك نوع من الانخفاض البسيط صباح هذا اليوم، 164,000، 167,000 في الشمال، وفي الجنوب 163,000. بعد ذلك في الظهر كانت هنالك تحديثات على البورصة العراقية عادت مرة ثانية ليرتفع سعر التصريف في العراق إلى 168 و167. الأهم أنه توقف من الانهيار، وبالتالي هنالك الدينار العراقي توقف من الانهيار أمام الدولار الأمريكي، وبالتالي الكل
ينظر إلى ما سيجري مع السيد فؤاد حسين وزير الخارجية العراقي بعد أيام قليلة في 9 فبراير. سيكون هذا الرجل على رأس وفد مهم للغاية لمناقشة هذه القضية، وبالتالي واضح أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد المزيد من الضمانات، تريد رؤية المزيد من العراق لإيقاف عملية غسيل الأموال وكذلك نقل الأموال والدولار الأمريكي إلى الدول التي تعاقبها الولايات المتحدة الأمريكية، ولكي تتوقف هذه المسألة تماما وتزيد من ضغطها على إيران وعلى روسيا في نفس الوقت. وبالتالي براين إي نيلسون لديه تحرك إلى تركيا، لديه تحرك ومناقشات واضحة جدا مع البنك المركزي العراقي كما شاهدنا، وأيضا للإمارات العربية المتحدة محاولة لزيادة الضغط على إيران وعلى روسيا. واضح نحن موجودون في كل مكان أيها الإيرانيون وأيها الروس، لدينا مصالح ولدينا حلفاء وقادرين على الوصول إلى نتيجة في هذه القضية. وهذه قد تبدو أيضا رسالة غير مباشرة للمملكة العربية السعودية، في ظل المملكة العربية السعودية لديها علاقات جيدة مع روسيا بعد بداية الحرب الروسية الأوكرانية وتدهور العلاقات نوعا ما مع الولايات المتحدة الأمريكية. وأيضا نتذكر كلنا العام الماضي الرئيس الصيني كان قد زار المملكة العربية السعودية وقام باستثمارات كبيرة للغاية أقلقت المسؤولين الأمريكيين في مسألة النفوذ الصيني أساسا في المنطقة مع اتفاقية استراتيجية مع إيران، وكذلك لديها اتفاقية استراتيجية ودخول في العراق أيضا. وبالتالي بدأوا يجدون أن الصين تتواجد في كل مكان، وبالتالي هذه التحركات من براين إي نيلسون قد تعني نوعا ما بأن عليك أيتها السعودية أن تعلمي بأننا لسنا راضين عن عملية التعامل مع روسيا والتعامل مع الصين، خاصة وأن الولايات المتحدة الأمريكية في 23 يناير من هذا العام، أي بما معنى الشهر الماضي، تحركت من أجل الضغط على الصين من أجل منعها من مسألة شراء النفط الإيراني، بالتالي تزيد الضغط مباشرة على إيران. إضافة إلى ذلك أن الوول ستريت جورنال كما تلاحظون يوم أمس أكدت بأن هنالك دراسة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية من أجل فرض عقوبات على شركات صينية تعاون الحرس الثوري الإيراني وقوات الأمن الإيرانية في مسألة بيع الكاميرات وأنظمة الرقابة التي تستخدمها ضد المتظاهرين، وبالتالي سيبدأون بفرض عقوبات على الصين. وبالتالي أيتها السعودية وأي دولة موجودة في الشرق الأوسط أن تحذروا من مسألة التعامل مع الصين، لأننا سنعتبر هذا التعامل هو تفادي للعقوبات الخاصة بنا وتخفيف للعقوبات التي سنفرضها قريبا. وهذه تعني متغيرات قادمة كبيرة على مستوى علاقة الولايات المتحدة الأمريكية مرة أخرى مع دول الخليج العربي. قد يستغرب البعض، كانت السعودية والإمارات العربية المتحدة مؤخرا في مشكلة مع الولايات المتحدة الأمريكية، ما الذي تغير الآن؟ لماذا الولايات المتحدة بدأت تأخذ هذه الخطوات التي قد من شأنها تؤدي إلى تشنج العلاقة مع السعودية ومع الإمارات العربية المتحدة؟ المسألة مرتبطة بالتطورات الاقتصادية، كانت هنالك مشكلة للطاقة الولايات المتحدة، الآن اختلفت، هنالك انخفاض في أسعار الوقود وأسعار البنزين في الولايات المتحدة، هنالك انخفاض كما تلاحظون في التضخم في الولايات المتحدة من 9.1% في يوليو عام 2022 الآن انخفضت إلى 6.5%، وحتى البطالة في الولايات المتحدة الأمريكية انخفضت بهذا الشكل إلى 3.4%. إدارة بايدن تدير هذه الأمور بشكل ذكي وبشكل صحيح حتى هذه اللحظة، وبالتالي لديها مرونة الآن، لديها قدرة على الحديث نوعا ما بقوة وعدم الحذر عندما تتحدث مع حلفائها حتى أقرب حلفائها في الشرق الأوسط من أجل تحقيق الضغط الذي تبحث عنه على روسيا وكذلك على إيران. وهذه تأتي في ظل تفاصيل مهمة، هذا التحرك الأمريكي الكبير يأتي في ظل أن هنالك هجوما مرتقبا من قبل روسيا في 24 فبراير كما تحدثت الاستخبارات الأوكرانية في الذكرى السنوية لبدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وروسيا تتقدم على الأرض مرة أخرى يوما بعد يوم، هي تتقدم وتحديدا في دانييتسك وتحقق أيضا تقدم في زاباروجيا. دعونا نركز على دانييتسك ودعونا نركز على باخموت وجنوب باخموت، هنالك تطور مهم يأتي في هذه المعركة. هنا كما تلاحظون لوغانسك ودانييتسك التي هي تعتبر إقليمي دونباس وزاباروجيا وخيرسون، دعونا نقترب الآن من دانييتسك وتحديدا من باخموت، تطورات مهمة للغاية تأتي في هذه
هذه المعركة تحديدا الهدف الأكبر هي هذه المدن التي ترونها وهي سلوفيانسك وكراماتورسك وكونستانتينيفكا. وإذا ما أخذنا وتوقفنا هنا فلكي نفهم فإن القوات الأوكرانية طبعا وأوكرانيا لا زالت مسيطرة على كل هذه النقاط التي ترونها، وهنالك نقطة مهمة وهي جازف يار تأتي بهذا الاتجاه، لا زالوا مسيطرين عليها ولا زالوا متواجدين من 3 أو من 4 إلى 6 ألوية أوكرانية تدافع عن باخموت التي ترونها هنا. أما بالنسبة للقوات الروسية فإن لديها ضغط، بالنسبة لقوات وسرية فاغنر تضغط من الشرق، تضغط من الشمال على باخموت، وتضغط أيضا من الجنوب بعد سيطرتها نوعا ما على أوبتنا، وقد سيطروا على كريتشيفكا التي ترونها هنا. هم أيضا هنا مسيطرين على هذه المنطقة وهي كوردميفكا، وأيضا بدأوا يحاولون التقدم في هذه المنطقة، ولكن التقدم الأخطر هو يأتي إلى منطقة تأتي هنا بهذا الاتجاه الذي ترونهم. وصلوا إلى هذه النقطة وهي ستوبوتشكا، قرية مهمة للغاية قريبة من جاسبيار، وهذه معركة تعتبر معركة الطرق بالنسبة للقوات الروسية مع القوات الأوكرانية. لماذا؟ هنالك طريق حتى سيفريسكا التي ترونها هنا، سيفريسكا التي لا زالت القوات الأوكرانية تدافع عنها ومتواجدة بها، وقوات الخاصة الروسية الفي دي في هي تحاول مهاجمة هذه المنطقة. طبعا هذا الطريق قد قطع بسبب الضغط الروسي طبعا المستمر على هذه المنطقة. أيضا طريق كما تلاحظون في الجنوب هنا تحديدا قد قطع تماما، ودعونا نعود لنصحح الموقف هنا قليلا مع هذه الطرق تحديدا، وسنلاحظ بأننا أمام هذه الصورة، وبالتالي إذا ما صححناها سنلاحظ بأننا أمام طريق يمتد بهذا الشكل قد قطع تماما من القوات الروسية، وأيضا هنالك طريق يمتد كما تلاحظون بهذا الشكل من كونستانتينيفكا إلى باخموت، وأن هنالك طريقا من باخموت ويمتد مباشرة إلى سلوفيانسك التي تتواجد فيها طبعا القوات الأوكرانية. القوات الروسية الذي فعلته الآن وما هو جديد في هذه المسألة بأنهم الآن قد أصبحت لديهم سيطرة نارية على هذا الطريق وتوقف تماما، وأن هنالك عقدة اتصالات أو عقدة مواصلات مهمة للغاية تمتد من كونستانتينيفكا إلى جاسبيار ومن جاسبيار إلى باخموت، لا زالت متاحة للقوات الأوكرانية من أجل القيام لإمداد وإسناد القوات الأوكرانية التي تدافع عن باخموت. هذا الطريق أصبح تحت الخطر مع وصول القوات الروسية طبعا إلى هذه المنطقة المهمة وهي ستوبوتشكا، وبدأت تضغط على جاسبيار، وبالتالي القوات الروسية أصبحت خطيرة للغاية. أي تقدم الآن سيضرب جميع الطرق التي تأتي هنا، ستقطع الطرق تماما، ستقطع الطرق هنا، وبالتالي هذه القوات إن تمكنت القوات الروسية من السيطرة على هذه المرتفعات وتقدمت إلى مرتفعات أخرى تأتي بهذا الاتجاه فستقطع أيضا الطريق إلى سلوفيانسك، وبالتالي لن يكون أمام القوات الأوكرانية أما أن تباد وأما أن يتم إلقاء القبض عليها طبعا وأن يسقطوا أسرى، أو أنهم ينسحبون بسرعة للمناطق التي يريدون الدفاع عنها، وبالتالي الموقف أصبح خطيرا عليهم. وطبعا القوات الروسية قد يتساءل بعض كيف لهم يتقدمون بهذا الشكل بعد كل التراجع. الأمر ليس متعلقا فقط بقوة فاغنر، ولكن هنالك تطور كبير جدا في هذه الحرب يأتي على مستوى الطرق التي تستخدمها القوات الروسية. لاحظ هم يقومون بضخ الدخان على المناطق العشبية أو المناطق التي تختبئ بها القوات الأوكرانية في الغابات، وبالتالي هي تضيع النظر على العدو، بالتالي أنت لن تتمكن من رؤية الرتل الروسي وهو يتحرك بهذا الشكل، وحتى ستكون المسألة صعبة بمراقبة الطائرات المسيرة لمعرفة أين هو هذا الرتل، رغم أنه متقارب، رغم أن أي ضربة ستدمر هذا الرتل كاملا، ولكن هذه تساعد في الطرق المفتوحة عندما يتجهون إلى منطقة معينة، فإنها تساعد كثيرا في تفادي الكثير من الضربات الفعالة الأوكرانية لاستنزاف هذه القوات تحديدا. وبالتالي مسألة مهمة للغاية، وهذه كلها ببساطة بالنسبة للقوات الروسية، وما الذي تبحث عنه من هذه المعركة؟ إلى أين ستصل من هذا التقدم؟ ما الذي تريد الوصول إليه؟ هذه مسألة تأتي بالنسبة لمعركة الطرق التي نتحدث عنها. فهنا كما تحدثنا هنا دانييتسك، وهنا هذه المنطقة باخموت. في باخموت القوات الروسية تريد السيطرة على كل هذه المناطق، بعد سيطرتها على هذه المناطق ستفتح الباب لها للسيطرة على ما تبقى طبعا من إقليم دانييتسك. وكذلك بالنسبة لمدينة دانييتسك فإن هنالك طريقا يمتد بهذا الشكل الذي ترونه من دانييتسك مباشرة إلى قطعة واضحة من دنيبرو بيتروفيسك، هذا الإقليم المهم للغاية، وأيضا يمتد إلى زاباروجيا. القوات الروسية تحاول هنا
التقدم إلى هذه المنطقة حتى إلى دنيبرو بيتروفسك وتسيطر على هذا الطريق وتقطعه تماما وتحقق النتيجة التي تريدها، تحقق ما تريده في إقليم دانييتسك مع ما تبقى ببساطة في هذه المنطقة من تقدم بسيط طبعا من القوات الأوكرانية ستحاول السيطرة عليها ودفعها، وبعدها تسيطر على زاباروجيا وتقطع الطرق وتسيطر على الكثير من الأمور. بالنسبة للقوات الروسية هذه مسألة مهمة جدا على المستوى البري، إن قامت بهجوم في نهاية فبراير على مدينة كييف المهمة للغاية والعاصمة المهمة أم لا، فهذه هي الأهداف. وطبعا تبقى بالنسبة لها المسألة المعقدة والأكثر تعقيدا هي هذه المنطقة وهي منطقة خيرسون، فالقوات الروسية لا زالت تأخذ هذه وهذا النهر، نهر الدنيبر، كنقطة دفاعية بالنسبة لها وهي تضرب هذه المنطقة وتقصفها. لا زال الدفاع ناجحا في هذه المنطقة، الأهم هنا وهنا وهنا أن تتم السيطرة عليها. طبعا الغرب يستثمر كثيرا في هذه الحرب وفي هذه المعركة، فإذا ما اتجهنا إلى واحدة من إحدى أهم المسائل التي جاءت طبعا في هذه الحرب تحديدا من نقل لدبابات الليوبارد الألمانية، فكانت هناك لقطات القوات الكندية إذا ما أردنا أن نلقي نظرة عليها إلى طائرة قد نشرت بهذا الشكل لطائرات الشحن الكندية بدأت تنقل دبابات الليوبارد التي هي من صناعة ألمانية وتمتلكها، وقد وصلت هذه الدبابة بحسب الأنباء التي نشرت من الداخل الأوكراني إلى أنها قد وصلت إلى بولندا، وبالتالي ستتدفق وتبدأ بالتدفق هذه الدبابات إلى أوكرانيا، وبالتالي نحن فعلا أمام تطورات سريعة ولا يمكن من الولايات المتحدة الأمريكية أن تسمح لأحد أن يستمر في مساعدة روسيا أو حتى إيران بأي شكل من الأشكال. هل ستنجح الولايات المتحدة من خلال هذه التحركات من تحقيق المراد؟